فقرتنا النهاردة، الفقرة اللي تشرفت بالتواجد فيها على المسرح، كانت فقرة جميلة قوي. خرجت فيها أنا وعبد الرحمن وفريدة. عبد الرحمن وفريدة قدموا نفسهم بعد ما قدمت نفسي قدام كل السادة الحضور، واكتشفنا أن عبد الرحمن مصطفى محلل كروي أو يرغب في أن يكون محللا كرويا. فقلت أعمل له اختبار على الهوى، وقلت أبدأ بالصعب قوي، قلت أبدأ بحاجة حاصلة بقالها مش أكتر من 12 ساعة امبارح بالليل. أنا ما شفتش أجوان إيرلينج هالاند أساسا لغاية دلوقتي، بس عارف إن إيرلينج هالاند جاب 5 تجوال امبارح قدام لوتون تاون. فقلت أضرب السؤال كده، أبدأ بالصعب وأشوف المود عامل إيه بتاع عبد الرحمن. لقيته قال لي 5 تجوال قدام مين؟ لوتون تاون. جيت أغير السؤال، قال لك وفي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. قلت لا، ده واضح ان التحدي صعب وقدامنا محلل كبير اسمه عبد الرحمن. فسألت أسئلة تانية فكانت له إجابات جميلة. تعالوا نستعرض الجزء الأول من هذه التقديمة أمام السيد الرئيس ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير على حضرتك، مبسوط قوي ان انا موجود قدام حضرتك النهاردة. صباح الخير على كل السادة الحضور. صباح الفل. أنا هاني حتحوت إعلامي رياضي. صباح الخير سيادة الرئيس. أنا اسمي فريدة محمد صلاح، عام 6 سنين وسنة أولى. صباح الفل يا ريس. أنا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنة، متحدي إعاقة ذهنية، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه، وحلمي ابقى محلل كروي لان انا بحب كره القدم. بيحب كره القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل. يلا شوف ايه النظام في قصه المحلل الكروي ده. اتفضل. ايرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون. في كاس رابطة الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينجهام. جود بيلينجهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. قلت انتقل معاه بقى لسنه 24 اللي مليانه قصص، وندخل من الشان العالمي للشان المحلي. احنا عندنا اهلي وزمالك خلال كام يوم في نهائي بطوله كاس مصر، عندنا كمان منتخب تم تغيير مديره الفني باستقدام مدير فني جديد لكن هو أسطورة من أساطير الكرة المصرية. قلت نتكلم كمان يمكن يبقى فيه سيرة على مستوى الأولمبياد. قلت أفتح كده النقاش ونشوف إيه اللي في بال عبد الرحمن. فسألته عن أهم الارتباطات اللي